ولما سئل ابن مسعود كيف تنكر على عثمان رضي الله عنه الإتمام وتصلي معه أربعا، قال إن الخلاف شر. انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنه في موافقة الإمام على ما فعل مع إنكارهم عليه، لأن الخلاف مع الأئمة شر عظيم يجعل في قلوب الناس كراهة الأئمة وعدم انقيادهم لأوامره، وبالتالي ومع التراجع في الكلام ونقل الكلام بعضهم إلى بعض يحصل الخروج الكامل، لأن الخروج على الأئمة أوله كلام وآخره سهام. ولا مانع أن نقول إن الكلام الذي يؤدي إلى إغار الصدور على الأئمة لا مانع أن نقول إنه خارجي، ولهذا قال العلماء إن الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد إنه أول الخوارج، ثم إن مقدمات الشيء قد توصل بوصف الشيء، فالنظر للمرأة والكلام مع المرأة يسمى زنا، لكنه ليس الزنا الذي قال عليه الصلاة والسلام الفرج يصدق ذلك ويكذب، لكنه لما كان سببا موصلا إلى ذلك استحق أن يوصل به. فالناس مثلا إذا اختلفوا على الإمة وقالوا هذا عمل منكر ولا نوافقهم وسنصلي وحدنا، فهذا لا شك أنه أول الخروج على الإمة بالسهام، وهذه مسألة قل من يتفطن لها من طلبة العلم. والواقع شاهد بهذا، هذه المعارك التي نسمعها عن يميننا وشمالنا أصلها إيش هو؟ كلام، أصلها كلام، ثم تطاير هذا الكلام وزيد فيه ونقص حتى أدى إلى المقابلة بالسلاح. نعم.